أهلا بعودتك يا سيدي. كيف حالك يا نصوح؟ افتقدتك كثيرا. وأنا لم أفتقدك إلا لأنك تذرف دموع التماسيح. انتهينا يا نصوح، ما جئت إلى هنا لأمسح الدموع وأحصي الحسرات، جئت للصيد، للفرح، للحياة. هذا يعني أن أحوال القصر بخير. كلنا نأمل ذلك يا نصوح. هيا هيا فلنعد الفخاخ والشباك، غدا سيكون يوما حافلا بالمغامرات. كل شيء سيكون جاهز. ما رأيك بهذا يا مولاتي؟ حرير هندي موشى بالذهب. جميل، لا بأس به. ما الأمر يا مولاتي؟ هل تشكين طوعك؟ لا أيتها الزرقاء، أنا لا أشكو من شيء. فلما أرى هذا الشرود في عينيك إذن؟ خائفة. من الملك الهمام؟ بل خائفة عليه، فقد تدهورت صحته أخيرا وأخشى أن أفقده. فلنفقده. أم أنك قد أحببته حقه؟ لا أنكر هذا أيتها الزرقاء، إنما خوفي يتأتى عن سبب آخر. مولاتي أرجوك أن تدعي خوفك جانبا، إن فقدنا للملك الهمام سيروح رؤوسنا من إلحاح السيف أرعد، رغم خطاباتك له. لو تدركين سبب خوفي عليه أيتها الحمقاء لكنت خفت كخوفي عليه. ترى هل يمكن أن يموت قبل أن يطلعني على سر الكنز ومكمنه؟ ها حردون، ألا ترى جيدا؟ هل أعطيك بعض الفاكهة؟ قل لي أولا، ما قصة عينك؟ قصة قديمة يا مولاي. كنا في رحلة صيد وفجأة هبط علينا غراب. غراب يا مولاي، وحدث ما حدث. غراب؟ وهل نقر الغراب عينك؟ أجل يا مولاي. ماذا تفضل، الموز أم العنب؟ الموز يا مولاي. تفضل. أيها السجان، أيها السجان. انتبه لعينك من الغربان يا حردون. أمر مولاه. ما بك أيها الجريح؟ مولاي، هل أخذتني إلى مخدعي؟ في الحال عتيد، ساعدني. على مهلك يا مولاي، على مهلك يا مولاي. أرجوك يا قمرية، ليس هذا وقت نواح وبكاء. اسمعني يا يثرب، وأنت يا عتيد،
كلامي هذا تنقلانه حرفيا إلى مجلسي وتعملون به. أرجوك أيها الهما. قلت لك يا قمرية ليس هذا وقت بكاء ونواح. أمرك يا سيدي. يبدو أنني لن أعيش حتى أرى ولدي يخرج للحياة. سيدي أرجو أن تسمعني أيها المستشار. كما تشاء يا سيدي، كما تشاء. إكراما لي ولكل ما بنيته لبني العرب أرجو أن تعملوا على الاعتناء بقمرية حتى تضع مولودها. فإن كان غلاما أسميتموه سيفا ونصبتموه ملكا عليكم. ترعاه قمرية حتى يبلغ سن الرشد، وإن كان المولود بنتا فليتزوجها أحدكم من بعد رشدها ويتولى هو العرش. أرجوك يا سيدي لا تكثر من الكلام، ما هذه إلا حالة عرضية وستمر كغيرها. لا، لا أظن هذا أيها المستشار الطيب. أصبحت عذراً، إنها حالة طارئة. هل أصاب الملكة أي سوء؟ عسر ولادة بالتأكيد، أليس كذلك؟ للأسف لا، هجوم مباغت. ماذا؟ إنهم أشبه بلصوص أو قطع طرق يا سيدي، تسللوا خفية كالأشباح دون أن نراهم، لم نشعر بهم إلا وهم أمامنا. تسللوا خفية؟ أم أن هناك من جعلهم يتسللون؟ أين عتيد؟ أريد القائد عتيد. Thank you.
أنا يا سيدتي. أرسلي في طلب من يفهمني ماذا يجري. هيا بسرعة. أمرك مولاتي، على الرغم من أن ما يحدث هو جلي وواضح. قلت لك هيا. ادخل السكة من هنا. هيا 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 هيا. أين أيتها الزرقاء؟ اصمتي أيتها الحمقاء، لا وقت لدينا. أوصليها لقمري على الفور. هيا. كما تشاء. أجهزوا عليهم أيها الأبطال، أجهزوا عليهم. هيا. ما الأمر؟ هل تبينت حقيقة ما يحدث؟ نعم، رسالة لك يا سيدتي. أخطأتم المكان أيها الجبناء، قسما لا أقتلنكم الواحد تلو الآخر، قسما لا أقتلنكم. وحسرتي وحسرتي. وحسرتاه عليك يا ذيزا، وحسرتاه على المجد الذي بنيته. كفكف دموعك يا سيدي ولندفن قتلانا. أما أولئك فأقسم إنه لن ينالي بال قبل أن أعرف ماذا يريدون منا ومن وراءهم. تماسك يا سيدي أرجوك.
أرجوك تمازك، كلنا يتفطر ألما وحزنا، ولكن يجب أن نتماسك جيدا كي نستقبل ملكنا الجديد وهو يخرج إلى الحياة بوجه باش، فنتوسم فيه الخير، فيتوسمه هو يا مولاي. ادفنوا قتلانا، ادفنوهم بما يليق بهم. هيا يا سيدي. أما هؤلاء اللصوص ادفنوهم بعيدا عن هنا. أبلغ نتائج الحكمة هي أن نشعر بنشوة الانتصار بأقل الخسائر. صحيح أن سهامنا ولجت ببطء نفذ له صبرنا، ولكنها استطاعت أن تنفذ عميقا وتفعل أشياء ما كنا لنتوقعها. والجميل في كل هذا أننا لم نبذل من أجل ذلك فارسا واحدا من فرساننا. كل ما افتدينا به مجموعة من الجوار والغلمان ليس إلا. ما يهمني الآن أن تكون الرسالة قد وصلت. أي رسالة تقصد يا ملك الزمان؟ رسالتنا إلى قمرية أم رسالتنا إلى سكان وفرسان قصر ذي يزن؟ أقسم إني أراهم الآن يلملمون أشلاء فرسانهم. بل أقسم إن وجه يثرب يقطر سما. على ذكر السم، ماذا لو دسسنا القليل منه لمستشارنا بح؟ لقد بات ثقيل الظل جدا. فكرة جيدة يا ملك الزمان، خاصة وأن الحميرية يسبح في ملكوت السماء الآن، ولم نعد في حاجة لمن يتوسط لنا عنده. ماذا قلت يا سيدتي؟ قلت تودعين نفسك السجن قبل أن أبدل رأيي وآمرهم بدفنك مع من يدفنون. أرجوك الرحمة يا مولاتي، فأنا ما قصدت من هذا كله سوى أن ألفت نظرك لما قد يفعله السيف أرعد عندما يعلم بحقيقة أمرك هذا. نفذي ما طلبته منك قبل أن ينفد صبري أيتها الغبية. أتوسل إليك يا مولاتي ألا تفعلي بي هذا. أيها الحارس. مولاتي، أودعها السجن واحرص على ألا تخرج منه إلا بأمري. هيا. أمرك مولاتي. هيا أيتها الزرقاء، هيا هيا بسرعة. هيا أتوسل إليك يا مولاتي. لقد أغرقت في ولائك للسيف أرعد أيتها الحمقاء. تظاهري بالرحيل ثم عودي إليك، سأنتظرك هنا. كما تشاء يا سيدي. نسيت شيئا. ما الخطوة يا نشوانة؟ يا لحماقتي، نسيت أن أجلب ما ادخرته من طعام. أنت لم تفعلي هذا من قبل. مضطرة هذه المرة. هيا لندخل. هل من أوامر أخرى يا سيدتي؟ لم يبقى سوى أن تجهز على الزرقاء تلك. أخشى أن تكون قد اعتادت على حياة الوصيفات فتبوح بأسرار عملنا كثيرا لنكتمها. على الرغم من أن الظروف من حولنا لا تحتاج منا إلى مثل هذا الحرص،
لكن الأسرار لا تموت يا سيدتي إلا بنزع الصدور. صناديق الأسرار يا سيدتي. ها أنت تبرع في اختيار الألفاظ ودقة التعبير يا حردون. لقد تطورت كثيرا أيها الأفاق. لم يبق سوى أن أمسك زمام القيادة يا سيدتي. هل أطمح في ذلك؟ أفاق وطماع أيضا. على أي حال نحن ما أبقينا على يثرب إلا ليكون عونا لنا على سكان وحاشية القصر لما له من تأثير عليهم، فإن استطعت أن تدرك ذلك يوما كان لك ما أردت. أصبت يا سيدتي، أصبت. يد تمسك بعصا خفية والأخرى تمسك ببلسم شفاء. حردون، الزرقاء أولا ثم تبحث عن طريقة نطوي بها صفحة السيف أرعد للأبد. أما يثرب فهو الآن بأمس الحاجة للمسة حنان. ولا تنسى أن ترسل إلي بمربية يمنية تقوم مقام الزرقاء. على السيف الهمام أن ينشأ بين يدي امرأة حرة. أفهم يا سيدتي، أفهم. أستودعك. غدا ستضطرين للعمل في منزل سيدك بحر بحجة أنك متوعكة وغير قادرة على المجيء إلى هنا. أما رئيس الخدم فسأوصيه بهذا. وهل سأصيب من بحر ما أصابت قمرية من ذي يزان؟ إن كنت تملكين مكر قمرية ودهاء. بل أملك ما لم تملكه قمرية يا سيدي. الولاء، الولاء يا سيدي. هل صحيح ما يدور هنا على ألسنة الناس حول هذا الأمر؟ عليك اللعنة، لقد أفسدت علي سعادتي التي عشتها طوال اليوم. هيا. حردون بالباب. دعه يدخل. تفضل. يسعدني أن أكون بقربكم في مثل هذه الظروف يا سيد. تفضل يا حردون. صدورنا لا تتسع لحزننا يا مولاي. أولا الفارس الهمام الحارث ثم شحف ثم الفارس المقدام عتيد. لم أحزن في حياتي كلها يا مولاي على أحد كما حزنت على عتيد. كفاك حزنا يا حردون، أرجوك. حزني لا يعادل قلقي عليك يا سيدي. أرجوك، أرجوك أن تخرج قليلا كي تفرج عن كربك. أرجوك يا سيدي. معك حق يا حردون، معك حق. اسمع يا حردون. ماذا يا سيدي؟ لم أكن أعلم يا حردون أن غلاما مثلك تعرض للكثير من المضايقات من عتيد، يحمل في قلبه إيثار للغير كما تحمله أنت. هل تسامحني على ما بدر مني نحوك؟ أنا يا سيدي؟ ومن أنا حتى أسامح أو لا أسامح يا سيدي؟ ما أنا إلا غلام بيع في سوق النخاسة. ليس المهم من نكون يا حردون، المهم أي قلوب نحملها بين جنباتنا. اسمع يا حردون، سأكلم الملك في أمر إعتاقك.
وإن رفضت سأدفع لها ثمنا لك ما تريد. أكون عبدا للملك ثم أصبح عبدا لك؟ لا يا سيد. لا يا حردون، لا، بل تصبح حرا، حرا. صحيح يا سيدي. ما أخبار سيدتنا يا أم ربيعة؟ يبدو أنها ستضع الليلة يا سيدي. إذن فابقي بقربها يا أم ربيعة، أرجوك. لا عليك يا سيدي، سأكون هناك بانتظار قدوم الملك الجديد. ادعو رب الكعبة ليسهل أمرها. كلمة. نشوانا، ما الذي أتى بك إلى هنا في مثل هذا الوقت؟ مكيدة يا سيدي. تكلمي يا امرأة، ما الأمر؟ اللعين صقرديون، لقد دبر لك مكيدة، رأيته بأم عيني. هل جننت يا امرأة؟ لقد أعد لك جارية تدس لك السم، وستأتيك غدا من أول النهار. هل أنت متأكدة مما تقولين؟ أرجوك يا سيدي أهرب، أتوسل إليك، سينالون منك عاجلا أم آجلا. منذ لحظة فقط كانت السماء صافية. ما الأمر أيها الحكيمان؟ هل أثار أحدكما غضب الآلهة لتبرق وترعد بهذه السرعة؟ أخشى أن يكون نذير شؤم يا سيدي. ماذا تعني أيها الأحمق؟ أهي بدعة أخرى من بدعكم تلك؟ ليتها تكون كذلك يا سيدي. أقسم إني لمعيدكما إلى السجن إن لم تفصحا عما يدور في رأسيكما. لم نقع على ظاهرة كهذه يا سيدي منذ يوم الفيل. ماذا يعني هذا بحق زحل؟ ساكورا باكورا، أرينا كارينا سيسي كوكو. ساكورا باكورا، أرينا مارينا سيسي كوكو. ماذا أيها اللعين؟ الشامة. ماذا؟ الشامة، لقد آن أوان خروجي عن الحياة يا ملك الزمان. ماذا تقصد يا لعين الزمان؟
سيدي البشرى. صبي أليس كذلك؟ بغاية الجمال، وعلى خده الأيمن شعبة كبيرة. وبعد أيها الحكيم، يبدو أن الحقيقة وجبت واللعنة حلت يا ملك الزمان. ماذا تقصد بحق زحل؟ يا لزحل وحق زحل في علاه والنجم وما سواه. إنها اللعنة التي ستبيد كل من سجد لزحل وسواه. لقد نفذ الجزء الأول من الدعوة يا ملك الزمان، وعلينا أن نبحث عن الغلام صاحب الشامة ونقتله في مهده. أي غلام وأية دعوة؟ تكلم أو أقتلك. هون عليك يا ملك الزمان، أنا سأوضح لك الأمر. أحسنت أيها الحكيم، فأنا بحاجة ماسة لرجل أقل جنونا من هذا ليشرح لي. هيا تحدث، قل أي شيء. دعوة نوح يا ملك الزمان. ما بها؟ الدعوة التي قالت بولادة صاحب شامتين، إن اجتمعتا كانتا وبالا على كل بلاد أكسوم. سبق أن أخبرناك بذلك يا ملك الزمان. هل هذا يعني أن الدمار والخراب سيحلان في بلادي؟ إن اجتمعت الشامتان. إذن سنزيل الشامة الأولى قبل أن تأتي إلى الوجود أيها الغبي. أليست هي الأولى التي خرجت اليوم إلى الحياة؟ بلى يا ملك الزمان. فأين حطت الأولى يا لعين الزمان؟ حطت في مكان قريب وبعيد. هذا وقت جنونك؟ ماذا تقصد بالقريب والبعيد؟ أيها السجان، سأتكلم يا ملك الزمان، سأتكلم. هيا. حطت على وجه غلام بين يدي قمري جاريتكم. أتقصد أننا كنا السبب في ذلك؟ يبدو أننا كنا نخطط لهلاكنا يا ملك الزمان. إذا نضرب برملك أيها الغبي، أريد طريقة مجدية للتخلص من ذاك الغلام. هيا. في الحال يا ملك الزمان. بني يا حبيبي، ألن تتفضل سيدتي وتخبرنا باسم ملكنا الصغير؟ على رسلك يا أم ربيعة. دعي مولاتي تنام الآن، وغدا ستكونين أول من يبشر باسم الصغير. نامي يا مولاتي، نامي وارتاحي الآن. بل زفي بشراك يا أم ربيعة، لقد اخترنا له الاسم الذي يناسبه. سيف، اسمه سيف. سيف؟ هذا يعني أن ملكنا الجديد اسمه سيف بن ذي يزن. يا له من اسم جميل. هذا ما تمناه الطيب ذي يزن. أنا من سيرافق ملكنا سيف. لا أنا، بل أنا. لا أنت ولا هو، أنا من سيرافقه، والوحيد الذي سيعلمه الرماية والقتال. أيام مرت يا حردون، ولم نتوصل بعد لأي خيط يدلنا على من كان وراء تلك المأساة. لقد مات من كان معهم يا مولاي، ليتنا أبقينا على واحد منهم لكنا أدركنا هذا اللعين الذي أراد الغدر بنا. ليتنا وجدنا إلى ذلك سبيلا. المهم يا حردون، أريد منك أن تبدي حرصا أكبر. من يدري، قد يفعلها ثانية، وليته يفعلها. حردون،
الحكيم من بدأ يأتي. يثرب بدأ يأتي. سيدي بحر، أهلا. أهلا أهلا يا نشوان. ادخلوه. خطاب من السيف أرعد. ما الخطب يا سيد؟ هل ألم بنفسي لأنني خالفت لك أمرا حين أوصلت إليك هذا الخطاب؟ مصيبة. كفانا زحل شر المصيبة. أيكون أرعد قد نفذ تهديده فأعلنها حربا علينا؟ بل ما هو أعظم يا حردون، اللعنة، لقد حلت علينا اللعنة. لعنة ومصيبة؟ قد أقلقتني يا سيدتي، أرجوك أن تخبريني بما جاء في الخطاب. عفاشة، يا عفاشة، كاد أن يغفو لولا نداؤك يا سيدتي. فليغفو أو ليذهب إلى الجحيم، اللعنة عليه قبل أن تحل لعنته علينا.